كتسوليني بأن شنو هو سر النجاح ديال العلاقة الزوجية ديالي. يعني سر النجاح بالنسبة لك هو أننا نحن مستمرين في الزواج بدون أطفال. بالنسبة لي بعد الزوج ديالي حتى هو عضو معنا في الجمعية، وهو من الناس المؤسسين للجمعية. في البداية كان يثير، يعني كان يلفت انتباهي للصعوبات اللي ممكن أنها تصحبني أو ممكن أن تعترضني عند تأسيس هذه الجمعية، ولكن من بعد يعني انخرطنا جميع في تأسيس هذه الجمعية، وهو مقتنع بهذا العمل اللي كنقوموا به في إطار الجمعية ويساندني. هو الساعد الأيمن ديالي إلا بغينا نقوله في الجمعية، إلى جانب ناس أخرين بطبيعة الحال اللي هما متطوعين أو الباقي المؤسسين ديال الجمعية. يعني هو كيساعدني بالأفكار ديالو، بالتوجيهات ديالو، بالإرشادات ديالو، يعني في مختلف الأمور اللي هي كتتعلق بالجمعية. وحتى هو متحمس لأي شيء ممكن أنه يفيد يعني الناس اللي هما في وضعية ضعف الخصوبة. يعني كو كان معايا هو مزيان يجاوب على هذا السؤال، ولكن انطلاقا من الأجوبة ديالو لا في الندوات الوطنية اللي نظمنا، ولا من خلال الورشات الطبية خصوصا المتعلقة بالطب النفسي، كان هو كان كيشرح علاش حنا مثلا باقيين بجوج. هو كيشوف بان النهار الاول فاش تزوجنا ما كانش شرط ان الزواج ديالنا مرتبط باننا خص واحد فينا ينجب. يعني هو مقتنع بهاد الفكره وعبر عليها في كثير من المرات، كيف قلت في الندوات ديالنا وفي الورشات الطبيه اللي كنظموا. وفي حقيقه هو متفتح في يعني الزوج ديالي في الافكار ديالو. ربما هذا هو اللي خلاه انه ما يشوفش فيا ديك عزيزه اللي خصني ننجب، كيشوف فيا عزيزه الزوجه. ربما هو واعي بانني ماشي انا اللي ما باغيش نولد، انا باغيه نولد، وحتى انا بغيت نكون ام، وحتى انا ما كرهتش نهديه ديك الكلمه ديال انه يكون اب. وهو كذلك على وعي بان يعني في البدايات راه كان عندي مشكل نفسي مرتبط ب يعني تعذيب الضمير او تأنيب الضمير، لان كنقول انا السبب في انه هو ماشي اب. دابا كتفكريني بشي امور جميله تعود الى السنوات الاولى لتاسيس الجمعيه. بيان سور بطبيعه الحال انا احب زوجي، وحتى هو يبادلني يعني نفس المشاعر. الحمد لله، يعني احنا علاقتنا الزوجيه يعني مستقرين، مرتاحين، ما عندناش اي مشكل مرتبط بالانجاب نهائيا. بصراحه هو عمره ما قال لي غنطلقوا بسبب عدم الانجاب، زعما هذا الامر غير وارد ما بيناتنا، عمره ما طرحناه. وفي البدايه كان عندي مشكل على العائله ديال الزوج ديالي، كيف يتمثلون هذا الامر. بصراحه عمرهم ما وجهوا لي سؤال مباشر، يعني انا تنهضر دابا وراهم غيشوفوا هذا الفيديو ربما، يعني عمرهم ما سولوني سؤال مباشر علاش خصك تولدي، ولا على ما كيما ولدتيش، ولا هادي ولا لا. ربما كيسولوا الابن ديالهم ربما، ولكن المهم انا اسئله مباشره لا. اكثر من هذا يعني حماتي وعائله الزوج ديالي كنوجه لهم دعوات باش كيحضروا للندوات الوطنيه اللي كننظموها. ودابا حماتي كتجي وتتحضر لهاد الندوات، واكثر من ذلك كتجي وكتجيب معها ان بوكي دو فلوغ كبير. يعني حماتي هي مدعمه لينا وكتجي تحضر الندوات، يعني مني ولات كتحضر الندوات، وحتى يعني عائله الزوج ديالي، يعني الاخوات ديالو، خالاتو كيجيو حتى هما، بمعنى حتى هما ولاو كيشوفوا
بان راه هاد المشكله راه عنده مسببات طبيه وبان كاين مشكل ديال العلاجات، كاين يعني ولاو كيعيشوا معايا هاد الاجواء وكيحضروا معايا وكيدعموني